شو هذا الحال تبيونز؟ تعبان تعبان تعبني الوقت كلش. شلون؟ أنا مرضى، أنا بحالة تعبانة، أنا مريض، الناس تداير ما دايرة كلها تركتني، يعني بعد أزيد من هالحال ماكو. شو تسوي؟ أخوتك ذول معوقين؟ معوقين والله، صار لهم من 90 تقريبا. كانت وياي والدتي، بعدين همينة تعبت قلب عدها، وهاي تقريبا صار لها بالسبع أشهر. مهم توفت هنا، أنا ما يعني حتى ما حد وياي يشيلها يعني. عجيب. صادفت تخربطت ورا العشاء، يعني ما قدرت يعني ما توفت. الحمل يعني حتى من اريد اغسله سبحه ما اقدر، يعني شلون اسبحه، شلون اكضه، هم لا يكضون لا، يعني هو يرعش طبعا 24 ساعه، يعني حتى ما يريد ينام ما يقدر ينام. كبار بالعمر هم؟ كبار هم، اكبر شيء هم اكبر مني. انا اربع نفرات. اربع نفرات، لا واحد ولا اثنين، اربع. انت الوحيد هسه وياهم؟ بس انا وياهم والله. يسولفون وياك؟ حتى يسولفون علي، ايش يسولفون؟ من يسولفون يقهروني بعد اكثر. ليش يقهرونك؟ يسالون على امي، يسالون على ابوي، يعني هم اسا يمكن ما يدرون بامي وابوي ميتين اصلا. يعني لحد البارحة وحدة منهم صايح يمه. أنا متعلق بأمي وأبوي، يعني ما عرفت، ما قدرت أعرفه. يعني أبوي أنا مات بيدي، وأمي نفس الحال هم ماتت بيدي. اثنيناتهم؟ إيه. أبوي مات بكورونا، ما حد وياه بس أنا. أخذته يعني كلها كانت تخاف ما تروح للمستشفى. قلت لأبوي أنا وياك حتى إذا أموت عادي. هم نفس الحالة. اخوانك وش شغلهم؟ واحد مدرس واثنين بالصحة. ما عندهم ضميرهم؟ وش يسوون؟ ما يقدرون يسوون شيء، يعني شو يسوون؟ ازيد من اللي اسويه انا يمكن ما يقدرون يسوون، غير اللي هم المجتمع اللي عايشين بيه يختلف عني انا. انا اتقبل كل شيء. اجوز ما يتقبلون. انا ما هسه يعني بس احكي ضيم قلبي، كش ما يعني ما محتاج شيء، احكي ضيم قلبي، حتى من اريد اسولف على واحد يجوز له يصدقني لو ما يصدقني. بعض المرات اسولف على واحد حتى يجوز يستهزئ بي، ومجتمعنا هو جاي، حتى المريض يشوفه يجوز يقلد عليه، يجوز يحكي عليه، يجوز. وما بدي نوبات حتى اصدقائي، ما بدي اسولف يمهم، لان اقول احرجهم اضوجهم، عادي خليني انا بحالي وضوجتي احسن، انا اضوج نفسي بنفسي احسن.